بحب السفر بالعجلة، بحب التخييم، بحب الطبخ الخلوي، بحب الهايكنج، بحب الصيد البري والبحري. حلمي إن أنا ألف العالم بالعجلة. بشتغل على الحلم دوت بقالي سنة، عملت شيفت كارير، ابتديت أتعلم التصوير فيديو إيديتنج. بشتغل حاليا في الديجيتال ماركتينج عشان أقدر أشتغل وأسافر في نفس الوقت. حلمي إن أنا أبقى زيكم، أنا متابعكم، بحب فيديوهاتكم جدا وبتعلم منكم، وأتمنى إن أنا أكون معاكم. ودي دقيقة واحدة من حياتي، أتمنى إن هي تعجبكم.